السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدارس بنات المستقبل. اسم المادة التربية الاجتماعية والوطنية، الصف الرابع، إعداد أمين العدوان، إشراف ريما ياسين. أعزائي الطلبة، سنتعرف اليوم إلى صفة أخرى من صفات المواطن الصالح، وهي الحوار وحسن التحدث. الآن عزيزي الطالب، ذهبت أنت وزميلك إلى مكتبة المدرسة لاستعارة قصة، وفي أثناء بحثكما اخترتما القصة نفسها، ولم يكن في المكتبة إلا نسخة واحدة منها، وقد أراد كل منكما أن يأخذها أولا، فكيف تتصرف؟ هل تأخذها من دون إعارته أي انتباه؟ تصرف خاطئ طبعا. هل ترفع صوتك عاليا لتشعره بحقك في قراءتها أولا؟ طبعا هذا أيضا تصرف خاطئ. هل تتحاور معه بهدوء للوصول إلى اتفاق؟ إذن هذا تصرف صحيح. إذن يجب أن نتحاور مع بعضنا البعض للوصول إلى اتفاق. إذن الحوار الناجح هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى حل مناسب. والآن ننتقل إلى أسباب نشوء الخلاف بين الأفراد. أولاً، أنانية بعض الأشخاص. أيضاً، عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات. عدم فهم الآخرين. أيضاً، الاختلاف في الرأي. إذن هذه هي بعض الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الخلاف بين الأفراد. ولكن كيف يمكن حل الخلافات التي قد تنشأ نتيجة لذلك؟ أي إذا حصل خلاف بينك وبين شخص آخر، فإن الحوار هو الطريقة الفضلى. إذن طريقة ناجحة لحل الخلافات، أقوم بممارسة الحوار وأبتعد عن العنف وأحافظ على هدوئي في أثناء النقاش. أما بالنسبة لآداب الحوار، الحوار آداب عديدة يجب أن نلتزم بها لكي يكون الحوار نافعا ومفيدا. الآن تأمل الشكل التالي الذي يظهر لك آداب الحوار. أولا، حسن الاستماع. إذا يجب أن يكون عندنا القدرة للاستماع إلى الآخرين. أيضا الصبر على حديث الآخرين ومناقشتهم. قول الحق، يجب على الإنسان أن يقول الحق مهما كانت النتائج. الكلمة الطيبة، علينا استخدام الكلمات الطيبة اللينة التي تؤدي إلى حل الخلافات وعدم تأزيم الأمور. احترام شخصية الآخر، إذن يجب علي عندما أتناقش مع شخص أن أحترم شخصيتي ولا أستهزئ به. القول الحسن، أيضا نقوم بقول كلام يساعد على حل الخلاف أن يكون حسناً ليناً أيضاً. يساهم الحوار في تكوين علاقات طيبة مع الآخرين في البيت والمدرسة والعمل، وهذه بعض فوائد الحوار. يؤدي الحوار إلى كسب ود الآخرين واحترامهم، الإصلاح بين الناس، زيادة تماسك المجتمع وعدم تفكه. أعزائي الطلبة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا التلخيص لدرس الحوار وحسن التحدث، ودمتم بخير.